فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أما العرف فيحال عليه في مسائل الأموال والمسائل والنفقات، والنفقة كسوتهن بالمعروف، رزقهن وكسوتهن بالمعروف وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فيرجع في هذا إلى العرف، إلى عرف الناس في تعاملهم وفي نفقاتهم وفي الأمور العادية. وكذلك الحرز في السرقة، الرسول لم يحدد الحرز، ولذلك قالوا حرز كل شيء بحسبه. نعم. فحرز الذهب يختلف عن حرز الحطب، فكل شيء حرزه بحسبه. والحرز في البلد الذي فيها إمام قوي وسلطان قوي يختلف عن البلد الذي فيه سلطان ضعيف ويتسلط اللصوص، فربما يكون هذا الشيء حرزا في بلد دون البلد الآخر فيختلف اختلاف العرف. كذلك بقية الأمور التي أحيلت إلى عرف الناس، وهذا ليس في العبادات، إنما هذا في النفقات وفي أمور الأموال.